السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نلعب ترانسفورمر فورج تو فايت. في الحلقة السابقة شفنا التفوق مال أوبتيموس برايم على أعدائه، وشفنا أيضا الأبجريد شلون نسويه. دليتكم يا شلون تسوونه. هاي الان راح نبدي، راح نجي لهذا السهم اللي فوق شايفينه اللي مثل السهم بجانب العجلة. نفتح الصفحة مالتنا الرئيسية. اول واحد البيس اللي احنا عليها هسه، الثاني البوتس الروبوتات مالتنا، البوتس اختصار اوتوبوتس او روبوتس كلها نفس الكلمة. ناطيني هو واحد من الجنود هذا شايفينه، يقول جربة يقول جربة هذا العب فيه ترايت، بس انا ما راح اجربه. انا عندي الصنديد الحمام البطل مالي، وعقل المعلومات مالته شايفين معلوماته مطورة. انا 267 وصلت القوة مالته، اللي بالعشرين الرانك 2. بعد شنو عندنا الصفحة الارمر بوف 2 رول. على العموم اللي نرجع عندنا 23 كاملة، وعندي 13882 القطع الذهبية، وعندي الجواهر 140 جوهرة. راح ارجع انا بليفل 8 الان شايفين بداية ليفل 8، راح اروح اقول له فايت. هنا الفايت عندي، بدينا بالستوري احنا. شايفين؟ لا زال المشوار اللي راح نكمله مع أوبتيموس برايم. هذا قلت لك التحدي، هذا الكلام اللي يصير وترجمت لكم يا مرانة بين الأبطال يصير تحدي. يعني أوبتيموس برايم مثلا يقول ستار كريم دونت يو ايفر، يعني يقول انت ما تتعلم عمرك يا ستار كريم. خلينا نشوف ستار كريم شنو رد عليه. I have learned lots how to fight. تعلمت الكثير. I have learned that the power of the Ori 13 has enabled me to do what Megatron has failed to do time. يقول عندي باور مال دري 13 وعلمني اني اسوي اللي ما سواه ميجاترون، واسحقك ان شاء الله. كراشيو يعني اسحقك. فراح نبدي. طبعا هاي الاريا اللي ما مكتشفة على اليسار، وهاي الاريا المكتشفة على اليمين. فشو رايكم نروح يمين لو نروح يسار؟ خلاص يمين. اول نزال راح يكون وان بليد 90 قوته، واحنا 256 راح نكون مسيطرين عليه. ما عندنا تصليح فنقول له فايت.
انتهى اوبتيموس باي وينز. المشين الثاني 78% اكسبلورد، يعني خلصنا 78% من المشين الثاني. كمل. هذا الكلام قلت لكم ترجمت لكم يعني التحدي اللي بينهم. ستار كريم، الان ستار كريم يريد ينازل اوبتيموس برايم، خلينا نشوف المنازلة. فايت ايضا فاز اوبتيموس برايم. هنشوف منازل اللي وراها. ريبلي يقول مش انتو خلصنا 79%، لا قلنا بلاي نيكست، العب اللي بعدها كونتينيو. هذا كلام التحدي بين الأبطال. راتشيد 72 قوته راح أبويا، راح أروح الآن الطريق الغير مكشوف عقب هالمباراة. طبعا في أبطال أقوياء، هذا فزنا عليه. مشن ثلاثة الآن، خلنا نرجع. هذا تشابتر مكملينه كله احنا. اروح الديلي، ديلي مشينز اون لود كولكت بيزك و سباركس كلاس سبارك اند سبارك اجنس فروم ذير فورت ليميتد تايم مشينز. اوكي تيتان سايكل دورة العمالقة سكوت كيميش و سبارك تريلز. راح نروح اول شي تيتان وورمينغ ليفل، هذولا ما نقدر لهم ليفل 30 ذولا. يعني هو ليفل 30 شو صار بي انا؟ انا بعدني ليفل 8. بصب الروبوت شايفينها. ستارت نيو ميشن. Edit Squad Start Continue. شوف القوة مالته 750، يقول Recommended 750، فأنا قوة أوبتيموس برايم فقط 287، فما أدري. خلينا نلعب حتى لو نخسر، خلينا نشوف الوضع. يعني هذا قوي شايفينه 374، هذا قريب لنا. راح نروح مفترق الطريق على اليسار. تيتور رانك 2 ليفل 20
طيب ما يخالف نلعب وياه حتى لو ليفل 20، حتى إذا خسرنا عادي. فايت. الآن القوة متكافئة بينه وبين هذا، يعني تقريبا شايفين القوة متكافئة تقريبا بينهم. مع ذلك اوبتيموس برايم فاز. الان احنا بالمشين الاول من هذه المنطقة، خلصنا 21% منه. خروح على هذا، شوف شنو هذا يقول. تشست تير 1، الجست مال تير المنطقة الأولى. تست كونتينز ار ليفت افتر كومبليتينج ميشن. اوكي، هذا أقوى مني 273 قوته. نقول المنطقة ما مكشوفة، يعني لاعبينها قويين. اسمه سايد سويب. خلنا نلعب. ما سويت ريبير، نسيت اسوي ريبير لأوبتيموس برايم. ناقص دم هو من ذيك اللعبة، نسيت اسوي ريبير. بس ما عليه، يلا غضبني، راح ارجع اسوي ريبير لأوبتيموس برايم وارجع له. نسيت اسوي ريبير لأوبتيموس برايم. ريفيف، شايفين صفر قوتي، راح اسوي ريبير او ريفيف. نشوف صلحت. بعد عندنا 303 صرنا، نرجع ريف. عالي، وايد 22 جوارة. خلينا نشوف التصليح ايش قد صار. 357. طبعا بس خمسة، طبعا
كل مرة نطلع من دش شايفين معاش. طيب أربعمية وثمانية عشر أعتقد كافي صرنا عليه، لا نقدر نهزمه فايت لأنه هو هم ناقص دمه. يلا يا أوبتيموس طلبنا شايفين الآن راح نرجع يقول لك لا تقارع الكبار إلا لما تكون كبير مثلهم. راح نلعب بعد لا تستعجلون، بس خلينا نشوف هاي مري كريستلز ايرينز طيب ولا فايت شايفين اول منطقة 100% انا مخلصها المنطقة الخضراء كان شايفينها. المنطقة الاولى تشابتر 1 56 راح العبها مخلص منها 56 سلو ليرنر يعني العب سلو ليرنر ستارت نيو ميشن خلصها مثل الاولى كونتينيو جرين اور هذا فزنا عليه المنطقة اللي طبيناها مساء ما راح نطبها بعد الا لما نطور اوبتيموس برايم لان ذولاك قويين بها اللاعبين. يعني اللي لعبنا وياه وخسرنا اول مرة تصور ليفل ماله 20 وانا تو ها يلا ليفل 8 ربير ما اريد اصلح اخر مباراة راح نلعبها
فزنا عليه. خلينا نشوف المنطقة اللي رحنا لها. ستوري، طبعا احنا بستوري. مواجهة ترجع، كملنا منها كثر. نشوف الساعة تقريبا 78%. نكمل بعد مباراة. فزنا عليه أظن. حبايبي، كان هاي اللي عندنا اليوم وياكم. دليناكم المنطقة الجديدة، منطقة الكبار، بس للأسف ما نقدر ندش منطقة الكبار لأن ليفلنا بعد ناصي. فمن يصير ليفل عالي ندش منطقة الكبار إن شاء الله. شايفين شابتر 1 صار ايش قد. بعدنا هذا هذني كلهم تابعات الشابتر 1، لازم نخلصهم كلهم. شايفين هاي المنطقة صفر، ما رايح لها اكسبلودد، يعني صفر، ما لاعبين منها ولا شيء. هذني المناطق كلها، هاي المنطقة الأولى الخضراء مكملة. أنا نكمل هذه المناطق كلها حتى نفتح شنو شابتر 2. كان هذا اخوكم ماجد وياكم من قناتكم، قناة العاب ماجد. القاكم في لقاء جديد ولعبة جديدة. في امان الله.